شايفينه؟ واوت بوت تكست سميناه او تي 2. حلوه او تي 2 خلاص وبس. فعشان كده مش باين، عشان كده مش ايه، هل ينفع عامل الفاليو بتاعته كده ومغيرها نيم وخليها مثلا مسج؟ ينفع، بس خد بالك من حاجه، هي البروبرتي معموله، المتغير معمول والبروبرتي ست وكت معمولين. لا مش معمولين، نيم عملتها كده عشان معمولين، لكن ده كده لو عملتها كده مش هيبقوا معمولين، هيبقى خلاص فشلت. يبقى انا لازم اكريتها بايه؟ بايدي. اقوم جايب هنا كريت اكسبريشن بيلدر، ساين اب، اكريت البروبرتي، اسميها ايه؟ مسج، واقوم داس اوكي. اوكي كده كريتها لي بقى كده ايه؟ كده والى اخره بقى على السريع. فاليو كريت بروبرتي اليوزر نيم، اوكي باسورد، الام هنا ما تنفعنيش بقى صح؟ فكرت لها بروبرتي خلاص ما ينفعش. وجايب هنا كده وما قايل لها بروبرتي، خليها اسمها جندر وسترنج ماشي، بس خد بالك ما بقاش في ديفولت، ها عشان اتربطت. وبرده نفس القصه هنا، نفس القصه برده بالنسبه للسيتي، اشيل الديفولت صح؟ لما اشيل الديفولت بقت مشكله، معناها انه ممكن ما يختارش. مش معايا انت، مش هتحطها من الاول ايه؟ ما تحطهاش من الاول عشان ما تتلخبطش فيها من تاني. مش الفكره، احنا كنا بنتعلم حاجه حاجه، بس الفكره انا اقصده ايه، الوقت كده ممكن ما يختارش سيتي، ممكن ما يختارش جندر، او ممكن يسيبها زي ما هي الديفولت بتاعتها. اه ليه فاضي؟ ما احنا مش عايزين كده، عايزين نكبره ان هو يختار حاجه زي ما كنا عاملين. اعمل ايه عشان اكبره؟ ممكن اقوم جاي اعمل ايه؟ لو جيت بصيت كده الاقي المتغيرات بتاعتي اهي، ادي اعرف المتغيرات كلها ايه صح؟ او اعرف النيم ثم المسج ثم اليوزر نيم ثم الباس ثم الريباس ثم الجندر. لو جيت على الجندر كده قلت قلبي يساوي ام كده، انت عملت الديفولت كده، انت عملت الديفولت، لان اول ما يقوم هيلاقي ان الجندر جواه ام، فيروح حاطط الام، وانت اصلا كنت مظبط قبل كده ال السيلكت 1 راديو ده مظبطه قبل كده، ان هو لو جيت بصيت عليه كده اهو، ان الميل ام والفيميل ايه اف، فاوتوماتيك اول ما يلاقي قيمتها ام هيقوم معلم على طول على الميل، على طول هيقوم معلم على مين؟ على الميل. ونفس القصه بالنسبه للسيتي، لو انا عايز مثلا اخلي السيتي باي ديفولت مثلا كايرو خلاص، يبقى اول ما يلاقي كده كلمه كايرو على طول معلم على كلمه ايه؟ كايرو على طول، فبقت ديفولت، فبقت ايه؟ ديفولت. الايميل بيرث ديت، بس البيرث ديت مشكله، البيرث ديت لو جيت عملت كريت بروبرتي هلاقي ان هو ولس مش سترينج صح؟ هطلع بوليان لا، بايت لا، تشار لا، دبل لا، فلوت لا، انت لا، لونج لا، شورت لا، لا ولا نوع من دول ولا نوع من ايه؟ من دول. اعمل ايه؟ لازم اختار نوع ديت تايم. نوع الديت تايم مش موجود من دول، نوع الديت تايم بيجي من جافا دوت يو تي اي ال دوت ديت تايم. ده افترضنا انا مش حافظه. قال لك ممكن تعمل هنا براوز، ممكن تعمل هنا ايه؟ براوز. قال لك تكتب اسمه ولا تختار هيراركي، تختار يعني كشجره، لو اختار كشجره هيلاقيه من جوه جافا. ادي يو تي اي ال فين ديت؟ ادي ايه؟ ادي ديت، مش ديت تايم، ديت. خلاص كده بس على اوكي، كتبوا لي اهو النوع جافا دوت يو تي اي ال دوت ديت. خلاص كده قوم جاي هنا في النيم اقوم مسميه مثلا ايه؟ بيرث ديت، قوم قايل له اوكي. بس حددت نوع، تلاقي بقى البيرث ديت تفتحه بص تعمل لك فولدر، لو جيت فتحته اصل التاريخ ده يا جدعان مش نوع. خد بالك من حاجه، اشمعنى كل الانواع كانت طالعه عين الا ده؟ لان الديت اصلا في حد ذاته ما هوش نوع، الديتا في حد ذاته عباره عن رقم يمثل اليوم، ورقم
ممثل الشهر ورقم ممثل السنه ويو رقم ورقم صح لا عشان كده بيقول لك ده مش ايه ده مش نوع جاهز لو جيت فتحت كده البث ديت اهو الديت والدي والاور والمينتس والمانث والسكند والتايم والتايم زون والير الكلام ده كله كل واحد مختلف عن التاني كل واحد ايه لان كل دول مجموعه من المتغيرات الانتجر المكونه للبيرث ديت المكونه لمين عشان كده هو ما كانش ظاهر كشكل كمتغير بشكل واضح ماشي فعملهم باكج هم كانوا مش نوع مفرد هو نوع مكون من مجموعه انواع اساسيه موجوده عندي هو نوع موجود من مجموعه انواع ايه اساسيه موجوده ايه موجوده عندي خلاص ده اس اوكي بعد كده كويتشن بعد كده الايه الانسر كده ربطناهم ظبطناهم استاذه كانت عايزه في الرساله تطلع هلو فلاني باسمه صح ممكن اقول له ايه سيت النيم جوه الزرار سيت النيم كلمه هلو وبعد هلو زائد جنبيها جيت النيم هات الاسم يبقى كلمه هلو جنبيها جبت لي النيم وهات لي الاسم من جنبها بس خلاص على كده الكود يا الامر لو جينا عملنا كده كليك يمين وقلنا ديباج احنا خدنا الوقت على ما يرن خدنا في الفيديو ده خدنا الفور وهي الادوات وكيفيه تنسيقها خدنا الكونفرترز والفاليديتور كونفرترز والفاليديتورز وخدنا البين والكلاس وازاي نربط زرار ببين او بكلاس وعرفنا يعني ايه الفرق ما بين البين وما بين الايه وما بين الكلاس وازاي نكتب كود بسيط جوه الزرار يست او يجت يست او ايه يست او كده عملنا ست جوه المسج وعملنا جيت للنيم صح وعملنا جيت لمين للنيم خلاص كده لو جينا دلوقتي طبعا هندخل برضو يلا بسرعه على السريع احمد تاخد بالك الميل طلعت اهي اوتوماتيك ديفولت والكايرو خلاص الايميل احمد بس تسبك منه كويتشن احمد الانسر احمد ريجستر طبعا لازم يقول لي هلو احمد وفي حاجه غير هذا غير احمد ما عبرنيش ايه عملنا ست نيم ما احنا غيرناهاش بقى ما ده الغباء بتاعنا احنا تحت الزرار هنا احنا عاملين ايه ست نيم لا ما خلاص ما احنا ظبطنا بقى بقت ست ايه بقت ست مسج ست في المسج كلمه هلو وجبت لي النيم صح المسج بقى خلاص لو كنا عملنا كده كليك يمين وديباج يا ده احمد مين احمد البيضه احمد يا سلام اهو عملت كابس لوك قال لي خد بالك ده رايق يعني قال لي هلو ايه هلو احمد لو دوسنا تاني على ريجستر برضه هلو احمد مفيش اي ايه مفيش اني بروبلم خلاص